ما قصة ابني آدم؟ وما هي أول جريمة في تاريخ البشرية؟ وكيف توفي آدم عليه السلام بعد ذلك؟ ومن هو ثاني الأنبياء الذي أرسله الله من بعد آدم عليه السلام؟ وكيف حدثت أول فاحشة زنا في التاريخ في عهد هذا النبي؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة، لكن قبل أن نبدأ ادعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة حتى نتمكن من إكمال هذه السلسلة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى تصلك جميع الحلقات فور صدورها. كانت حواء لا تلد إلا توأما، أحدهما ذكرا والآخر أنثى في البطن الواحد، فيحل زواج ابن البطن الأول من ابنة البطن الثاني للمحافظة على الجنس البشري. فلما أخبر آدم بنيه بذلك قبل ابنه الأصغر وسلم ورضي، لكن قابيل الابن الأكبر لآدم أراد أن يتزوج بالأنثى التي معه من نفس البطن، وكانت أجمل من الأنثى الأخرى، لكنها كانت من نصيب أخيه الأصغر هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه، فقال له أبوه آدم: يا بني إنها لا تحل لك، فأبى أن يقبل ذلك من أبيه، فقال له أبوه: يا بني فقرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا، فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بها. وذهب آدم ليحج إلى مكة، واستحفظ السماوات على بنيه فأبت، وقال للأرض فأبت، وللجبال فأبت، حينها قال لقابيل فقبل بذلك. فلما ذهب قربا قربانهما كما أخبرهما آدم، فقرب هابيل جذعة سمينة وكان يرعى الغنم والماشية، أما قابيل الذي كان يزرع الأرض فقد قرب حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب قابيل وتوعد أخاه بالقتل، قال: لأقتلنك. فرد عليه هابيل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي أحد الأيام أبطأ هابيل في الرعي، فبعث آدم ابنه قابيل لينظر ما الذي أبطأ به، فلما ذهب ورآه حينها قال له: تقبل الله منك ولم يتقبل مني، وهم بقتله. فقال هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فغضب قابيل عندها ورفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل حمله على ظهره لا يدري ماذا يصنع به، وقيل أنه حمله على ظهره سنة كاملة،
ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابا، كما قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وكانا غرابين، قتل أحدهما الغراب الآخر، فبعد أن قتله حفر له في الأرض ودفنه وواراه. فلما رأى قابيل هذا الغراب يصنع ذلك قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ففعل مثل ما فعل الغراب، فواراه ودفنه. وكل نفس تقتل في الأرض إلى يوم القيامة، فإن قابيل يتحمل شيئا من وزرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، أي قابيل، كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل، حزن آدم وحواء على ابنهما البار حزنا شديدا، فرزقهما الله بولد صالح آخر أسموه شيث، ومعنى هذا الاسم هبة الله أو أعطية الله أو البديل، تعويضا لهما وجبرا لقلبيهما. وقد كان بارا بوالديه كثيرا كأخيه هابيل. وذكر أن حواء أنجبت لآدم 40 ولدا لصلبه من ذكر وأنثى في 20 بطنا، وكان الولد منهم يتزوج أي أنثى شاء إلا توأمته التي تولد معه، فإنها لا تحل له. وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواء. ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا في الأرض ونموا، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. وقد ذكر أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 400,000 نسمة. بعد مدة من الزمن علم آدم عليه السلام بقرب وفاته، فعهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات، وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك، ونقل ما كان لديه من علم إلى ابنه شيث ليتولى أمر قومه من بعده. عن أبي بن كعب قال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى أبوكم. فلما رأت حواء الملائكة عرفتهم فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره، ثم حثوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. ولما توفي آدم عليه السلام، وكان ذلك يوم الجمعة، جاءته الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل من الجنة، ثم دفنوه وعزوا فيه ابنه ووصيه شيثا عليه السلام. وقد توفي آدم عليه السلام وله من العمر 1000 سنة، والناس يدخلون الجنة على هيئته إكراما له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا.
تولى شيث عليه السلام أمر قومه بعد وفاة أبيه، وبعد سنة توفيت حواء ودفنها بالطريقة نفسها التي دفنت الملائكة بها أباه. وشيث عليه السلام من الأنبياء، بنص الحديث المروي عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أنزل على شيث 50 صحيفة. وقيل إنه بنى الكعبة بالحجارة والطين، وبقي يحج ويعتمر في مكة حتى مات. ويقال إن انتساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث عليه السلام، وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا. كان شيث بن آدم عليهما السلام قد منع قومه من الاختلاط بقوم أخيه قابيل، فقد سكن هو وقومه في الجبال، أما قابيل وقومه فقد سكنوا السهول. إلا أن أحد الرجال تسلل وخالف أوامر سيده، فنزل ورأى النساء وجمالهن على عكس نساء السهول اللواتي لا يملكن جمالا، ورأى ما عليه القوم من لهو وملاهي، فرجع وأخبر عددا من رجال قومه، فنزلوا معه وخالفوا أمر نبيهم، فافتتنوا بالنساء، وفتنت النساء بهم، ووقعت بينهم الفاحشة، فكانت أول حادثة زنا في تاريخ البشرية. بعد مدة من الزمان، حانت وفاة شيث عليه السلام، وأوصى إلى ابنه أنوش ليقوم بالأمر من بعده، فقام بالأمر من بعده، ثم بعده ولده قينا، ثم من بعده ابنه مهلاييل، ومن بعده ولده يرد. فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ، وهو إدريس عليه السلام. فما هي قصة إدريس عليه السلام؟ وما حكايته؟ هذا موضوع حديثنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.